بما يبني ولا يهدم، بما يعمر ولا يدمر، بما يحضر ولا يهلك. فقال: أيها الناس أفشوا السلام. أفشوا السلام يعني إيه؟ يعني مش عايزين نقتل حد. ما قالش أعلنوا السلام، قال أفشوا السلام. فلاحظوا جدا، اعلنوا السلام غير أفشوا السلام. اعلنوا السلام إن نقول يا جماعة إحنا ما بنأذيش حد، يا جماعة إحنا ما بنقتلش حد. لا لا لا، سيدنا النبي أمرنا أن نعلم الإنسانية السلام. حتى أني كنت أقول أنه كان يجاهد من يقف ضد مسيرة السلام بالحرب ليعلن السلام. يعني مفهوم الجهاد عند سيدنا النبي أنه كان يجاهد من يقف ضد مسيرة السلام، كان يحارب من يحارب السلام، حتى إذا فتح الله على أيديهم البلاد أعلنوا راية الإسلام فتفشى السلام. يعني ما كانوش بيحاربوا عشان يسرقوا أموال الناس ولا ياخدوا أراضي الناس ولا ينتهكوا حرمات الناس، كان صلى الله عليه وسلم يجاهد ليفشي السلام، كان يحارب لينتشر السلام. هذه رسالة الجهاد في الإسلام يا عباد الله. ما كنا نعتدي على الأمم ولا كنا نعتدي على البلاد، هذا حالنا يا عباد الله. كان يقول: أيها الناس أفشوا السلام. وده اللي قاله سيدنا النبي سيدنا الإمام علي بن أبي طالب لما قال: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. سيدنا عمر بن الخطاب يقول لك: أنا قعدت الليلة دي طول الليل أدعي وأتمنى أكون، مش عشان ياخد الراية ويبقى ريس وسيد على غيره، لا، لأن في أخذ الراية في هذا اليوم بالغ عبارة كمال رسالة، أنه هو مبشر بالمحبة. فيقول: كلما نظر النبي في الناس تطاولت إليه برأسي. يعني قلت هيقول: تعالى يا عمر رضي الله عنه، حتى نظر فينا جميعا فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قلنا: هو أرمد يا رسول الله، يعني عينه وجعاه. فقال: إيه؟ أرسله إليه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتفل في عينيه ومسح عليها ودعا له فلم ترمد أبدا. ثم قال: اسمع بقى، ده كلام أهل الحب. كلام أهل الحب بقى في كماله، يقول له إيه بقى؟ هذا حبنا إحنا للنبي، نحب نسمع الكلام ده. شوف حب النبي للإنسانية، شوف حب الإسلام. أنا عايز أقول بالكلام ده كله إزاي إن الإسلام رحم الإنسانية ورحمتها. يقول له: يا علي، بكرة سيفتح الله عليك خيبر، ولكن لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. علشان ربنا يهدي بك واحد بس أحسن ليك من حمر النعم. لا احنا لا رايحين نقتل الناس عشان ناخد فلوسها، ولا احنا بنعتدي على حد، احنا رايحين نفتح البلد دي عشان الفقراء يقولوا لا إله إلا الله.